لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. ما بين السياسة والأمن والصراعات والأزمات المتكررة، يبقى الملف الإنساني هو الهاجس الأبرز. لا قيمة للوطن إن لم يكن حضنا آمنا لأبنائه، ولا حياة كريمة للإنسان إن لم يتمتع بالحقوق في عيش يحفظ الكرامة وببلد يؤمن فيه على حياته. فكل الحروب والنزاعات لم يكن للشعب ذنبا فيها سوى أنه يريد العيش بسلام وبأمان، ولكن ثمة من يستكثر عليه هذا الحق. ملف يراوح مكانه كلما تقدم خطوة تراجع خطوات على وقع السياسة والتجاذبات والمصالح، واستغلاله ورقة رابحة بيد هذا أو ذاك في مواسم التنافس السياسي، حتى إذا ما انتفت الحاجة إليه أداروا وجوههم عنه، وبعد انتفاء المسببات التي أرغمت النازحين على النزوح من وطنهم إلى وطنهم على وقع الخوف، لابد من نشر ملف النازحين اليوم على حبل الحقيقة. أين هم؟ وهل عاد من عاد ومن بقي منهم؟ هل ستغلق مخيماتهم بالكامل؟ وما الهواجس التي تدور في خواطرهم عند العودة أو رفض العودة؟ هل سيشهد منتصف هذا العام غلق ملف النازحين والمخيمات بشكل نهائي كما وعدت الحكومة؟ نجيب عن كل هذه التساؤلات بعد فاصل. أهلا بكم مجددا، ونرحب بضيوف حلقة هذه الليلة. السيد كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، أحييك سيد كريم. أهلا ومرحبا بك معنا. وكذلك معنا دكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق في العراق. سيد الغراوي أحييك أيضا. حياكم الله. أهلا ومرحبا. كذلك احنا بانتظار أن تنضم معنا عبر سكايب السيدة باسكال وردة، الوزير السابق. أحييك يا سيد كريم مجددا، مساك الله بالخير. حياكم الله. مجلس الوزراء حدد تاريخ 30 حزيران 2024 موعد لإغلاق مخيمات النزوح بالكامل. هل اليوم هذه الوزارة، وزارة الهجرة، قادرة على غلق هذا الملف؟ يعني كنا نتحدث يمكن قبل أن تبدأ الحلقة من 2014 لغاية 2024، 10 سنين، هل هي كافية لغلق هذا الملف بالكامل حتى مع وجود بعض العراقيل والمسببات والكثير من التفاصيل ربما ذكرتها في المقدمة؟ ماذا أعددتم لهذا التاريخ؟ نعم ست ختام، تحية لك ولمشاهديكم الكرام وللضيوف الكرام. كما ذكرتي، منذ 2000 منتصف حزيران 2014 إلى نهاية حزيران إن شاء الله 2024 سيكون إن شاء الله الإغلاق النهائي كما هو قرار مجلس الوزراء. حقيقة ست ختام، اليوم احنا نتحدث بشكل واضح، هناك فعلا صعوبات وتعقيدات، لكن العراق والوزارة والوزارات الأخرى الساندة أعتقد ستقف إن شاء الله أمام صعوبات، ونبدأ إن شاء الله، بدأنا الآن بمسح ميداني إلى كل المخيمات. إن شاء الله قريب خلال يومين ثلاثة تصدر النتائج من أجل خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج الحكومي من جهة وقرار مجلس وزراء من جهة أخرى. ما أحرجتكم الحكومة بهذا التوقيت؟ حقيقة الحكومة عندها رؤية وبصيرة، أنها نظرت إلى قدرتنا خلال الفترة الماضية وغلق أغلب المخيمات. لم يبقى إلا 22 مخيم من عدد 170 مخيم، من 850 ألف عائلة إلى 25 ألف عائلة، العدد جدا تضاعل. وأعتقد هناك بعض الصعوبات وضعنا ضمن الخطة لكل تحدي، هناك حقيقة رؤية ودراسة وأعتقد إجراءات. أي صعوبة أعتقد تواجهنا، إذا كانت أزمة سكن مثلا، دور مهدمة، بالتأكيد لدينا مشروع مقابل ذلك، والحكومة حقيقة جادة وتتابع هذا الأمر. هذا مو فقط شيء صعب أو معرقل بسيط، هذا هو الحاجز الأكبر اللي يحول دون عودة النازحين ربما إلى ديارهم. النزاعات العشائرية إذا وجدت في منطقة عزيز بلد وغيرها، إذا كانت هناك مشكلة حقيقة نستطيع أن نقلهم إلى مكان آخر لتجنب أي مشاكل لا سمح الله. المهم إحنا حقيقة عازمون، وضعنا خطة وخارطة طريق لتنفيذ هذا القرار، وبدأنا حقيقة فعلا قبل هذه الفترة وبعدها وخلال الأيام القادمة أيضا ستكون لنا حقيقة حركة باتجاه إنهاء المسح الميداني ومعرفة العوائل الراغبة بالعودة.
بالتأكيد العوائل كلها طبعا ترغب بالعودة عندما تتوفر لها الحياة الممكنة. طبعا بعضهم ربما يعني هذا مخاوف. نتيجة دراسة ومسح قمتم بالتأكيد به بالتأكيد وزيارات ميدانية. الكل يرغب في العودة لو اليوم أغلبهم أقومين. أغلبهم طبعا بعض عنده مشاكل راح نطرق لها. طبعا هذا العدد كبير حقيقة، 25,000 عائلة وأغلبهم في مناطق سنجار. بعض الناس لديهم مخاوف ربما يعني مخاوف سابقة. تدرين أزمة 2014 شبح داعش ما زال في مخيرة البعض، الحمد لله الآن وضع أمني استتب جيد يعني جيد. وأعتقد اليوم الحكومة بدأت بنهوض واضح يعني من خلال مشاهدات واضحة. اليوم أي صعوبة إن شاء الله سوف نضع لها حدود. ليس هناك حل مستحيل، يعني ليس هناك مشكلة مستحيلة حتى يستحيل عليها الحل. إحنا حقيقة كوزارة نهضنا بهذا الواقع، وإن شاء الله سيكون نهاية حزيران أن يكون العراق خالي من المخيمات ومن النازحين. طيب خلينا نتحدث، إذن أنتم مستعدين لهذا التاريخ؟ مستعدين ووضعنا خطط كاملة لهذا الإجراء إن شاء الله. طيب من الخطط أكيد إنهاء المعرقلات أو القضاء أكيد. على الصعوبات اللي تواجه هذا غلق هذا الملف. وزارة الهجرة قالت أنها تعمل على بناء 2000 إلى 3000 دار واطئ الكلفة في قضاء سنجار المفترض اللي أنتم تواجهون به أغلب ربما النازحين. المشاكل لتشجيع عودة النازحين بالنهاية. حدثنا عن هذه التفاصيل. حقيقة التوقيت تعلمين. كافي؟ نعم، إذا كانت أنت ذكرتي أهم مشكلة هي البيوت المهدمة أو عدم وجود دار. اتفقنا حق ضمن محافظة الموصل ستكون هناك مساحتين ب50 دونم من كل مساحة، وأيضا حتى في الأنبار. وواطئة كيف تعلمين يعني طريقة تكون ليس صعبة بالنسبة لنا. وإسكان هؤلاء هذا سيشجع النازحين بالعودة سريعا. طبعا بعض المحفزات يعني احنا ما بدانا بالبناء، سنبدا الان. بدانا وضع خطه، والان بتحديد الارض وحتى اعتقد هذا لا يمنع خاصه البناء السريع ودور واطئة الكلفه راح ما تكلفنا. واغلبهم طبعا يعني احنا نقدر نغطي هذا العدد خلال هذه الفتره. لا احنا اولا حزيران لو انتم بداتوا مبكرا. لا ست خطاب ومو كل الموجودين راح ينتقلون، اكثرهم عندهم بيوت. بعض المشاكل احنا ذكرنا بعض التحديات اللي ما عنده اساسا قطعه ارض هاي يدخل ضمن دور. لكن البيوت اللي عنده بيت ما زال يمتلك بيت في هذه المنطقه هو صالح للسكن لو يحتاج ايضا الى حتى ترميم. يحتاج بعض الامكانيات ممكن مساعده بمساعدتنا وايضا بعض المنظمات الدوليه. اليوم حقيقه الست ختام نتكلم بالصراحه امام يعني مشاهديكم، اليوم من الصعوبه من المعيب ونحن على ابواب 2024 بعد 10 سنوات ان يكون في داخل العراق نازحون في وطنهم. اولا لا نريد ان ينشا الطفل وهو لا يرى الوطن الا كرفان وخيمه، هاي مشكله. لذلك اليوم حسنا فعل مجلس الوزراء والوزاره ايضا والسيد رئيس الوزراء لديه مستشار في هذه القضيه يتابع الامر بدقه. اعتقد ان شاء الله نحن ماضون لان قضيه لم تكن حقيقه قضيه هي انسانيه واخلاقيه ووطنيه. هذه كلمه حق تحسب نعم. لك سيد كريم، لكن ما المانع عن ان يبقى هذا الملف معلقا خلال 10 سنين وما قدرنا أن نغلق بالكامل؟ اليوم أنا أتكلم ما رح أتكلم بالسياسة لأنه ربما أنا وضع المهني. تعلمين ست ختام ذكرنا تحديات والعودة طوعية. بالتأكيد هذه التحديات وبسبب الظروف الحرب ومخلفات الحرب وأيضا صندوق الحمد لله اليوم لدينا قضية إعمار الموصل وعمل دؤوب. تذكرين احنا ذكرنا كثير من التحديات ضمن النزاعات العشائريه، الدور المهدمه، الوضع الامني، كلها الان الحمد لله اكثر التحديات تلاشت. فخلال 10 سنوات نعم كانت هناك بعض المعرقلات، بعض المعيقات، لكن ما نقدر ننفي انه هذا الملف الانساني دخل باروقه السياسه وصار ملف سياسي وورقه سياسيه تستغل في كل فتره انتخابيه. يعني طبعا. هذا ما لا يخفى على احد سيد كريم، حتى لو ما ردت تتحدث بالسياسه فهذا الملف دخل في السياسه. ما اسمع ذلك، انا اشير باشاره بعيده، اقول من المعيب المتاجره بالتضحيات والنازحين، يعني استغلال الامر سياسيا حقيقه واجد. يعني ما يصير نتاجر الان دفعوا الثمن مرتين، مره دخلوا في ظروف 2014 داعش ومناطق كامله نازحه، يعني مدن كامله والاف وملايين نزحوا، ثم بعد ذلك نتاجر بمعاناتهم، هذا معيب حقيقه. واعتقد اليوم الموقف الحكومي
التنفيذي للبرنامج الحكومي أبعدنا حقيقة أي تأثير سياسي عنه. واليوم إحنا مصرين مهما كانت الصعوبات السياسية وغيرها نحن ماضون لأن هؤلاء أهلنا حقيقة. وكل واحد يصور لأهل أبنائه، لذلك أعتقد لا يؤثر. رفعت اليد السياسية عن هذا الملف سيد كريم؟ سنبدأ حقيقة بكل الظروف مهما كانت، فهي حقيقة بالنتيجة الإرادة السياسية تستسلم إمام إرادتنا، إمام إرادة الحكومة والوزارة، ونحن نعمل. لذلك إحنا ننصح أيضا البعض، أرجو أن لا يتاجر. نعم من يدافع عن النازحين هذا أمر جزاه الله خيرا، أما من يتاجر بقضيتنا أسوأ المتاجرات يعتاش على معاناتهم، وهذه أسوأ المتاجرات أن يحتاش على أزمة ومحنة النازحين. مو هي، خلينا نكون صريحين، هي الأزمة والخلافات السياسية في 2014 مهدت لدخول داعش، ولماذا حقيقة نجعل نفس المشاكل هي تمنع من عودتهم؟ لذلك كما حقيقة منعت أو أسهمت المشاكل السياسية في دخول داعش، لذلك نتمنى أن لا تسهم هذه في استبعاد عودتهم أو إطالة بقاهم بالمخيمات. إلى الآن نحن تعلمين، توصل لك أخبار، يعني جو بارد، خاصة أغلب 22 مخيم في الإقليم، يعني 2 في السليمانية و6 في أربيل وتقريبا 16 في إدهوك. اعلمي بصراحة أمامهم شتاء وثلوج وبرد وبعض المشاكل تصير ربما استخدام الادوات الكهربائيه وغيرها. لذلك احنا حتى نحل هالمشكله، انا اقول بصراحه دفع لهذه المشكله لا قرار امامنا الا تنفيذ قرار الحكومه. طيب. والبرنامج الحكومي بان يكون 30 حزيران، نهايه 30 حزيران او نهايه حزيران هو ان شاء الله الوقت المقرر لاغلاق كل المخيمات. هذا ما نامله بالتاكيد. نعود ونتحدث عن بقيه التفصيلات، لا سيما ما ذكرت حول اوضاعهم الحاليه، و هم في منطقة باردة في شمال العراق، والشتاء ربما يكون قاسي عليهم، وتجهيزاتكم أو تحضيراتكم لهذا الشتاء وللنازحين. دكتور فاضل أحييك مجددا، هل فعلا سيغلق هذا الملف مع نهاية حزيران 2024 كما صرحت الحكومة وألزمت وزارة الهجرة بقرار من مجلس الوزراء طبعا بغلق هذا الملف وعودة جميع النازحين إلى ديارهم مجددا، أم ستصطدم بعقبات مرة سياسية ومرة فنية ومرة أمنية وإلى آخره؟ تفضل. مساء الخير سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أعتقد اليوم الحكومة لم يكن هذا الموعد هو الموعد الأساس الذي انطلقت منه، كان هنالك موعد سابق في عام 2021 وكان هناك وعود في غلق هذه المخيمات، بالتالي استمرار وجود مخيمات لمدة 10 سنوات أصلا يتقاطع مع مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالنسبة للنازح الذي يجب أن توفر الحكومة ومؤسساتها المعنية متطلبات العيش الكريم وكذلك السكن وحريته في التنقل وكل الجوانب اللي يمر بها. بالتالي اليوم الموضوع النزوح هو موضوع استثنائي. نعم دكتور. دكتور فاضل تسمعنا؟ أعتقد أكو مشكلة بالاتصال مع دكتور فاضل، حالة ما يجهز نعود لك. سيد كريم خلينا بتفصيلة تجهيزاتكم أو تحضيراتكم لهذا فصل الشتاء اللي هو من المفترض أن يكون قاسي على النازحين. هل هم مجهزين اليوم بالوقود، بالأغطية، بالطعام، بالمنحل؟ المنحل اللي المفترض هي قطعت الآن من أجل العودة مثل ما سمعنا، فحدثنا عن هذه التفصيلات. حقيقة احنا زودنا الفترة الأخيرة، تعرفين أنت وجود الخيم فيها عمر محدد، فالحمد لله زودنا المخيمات في خيم، وتبقى إن شاء الله وقود تم يعني الاستعداد الكامل. كل فصل تغير هذه الخيم أم لا؟ يعني حقيقة الفترة الأخيرة لظروف، لكن هذه السنة تم الحمد لله استبدال كل الخيم أو أغلبهن، لكن والوقود أيضا تم الحمد لله تزويد. ولكن سيد كريم، باب الطرفة أحيانا يقال أنه إحنا لو جامعين فلوس اللي صار فيها على الخيم وعلى التجهيزات والتحضيرات وإلى آخره، كان بنينا بيوت الآن لها. وهذا كان مفترض صعب ست ختام، لأنه لو لم تكن أكو عراقيل، يعني عراقيل وهم نفس المواطنين ربما
المنازحين عفوا بعضهم ما عنده رغبه بالعوده، لكن الان احنا لما نهيئ الظروف الموضوعيه لعودتهم اعتقد لا احد، انا التقيت باغلب ابناء سنجار في المخيمات كان لديهم استعداد كامل، يقولون احنا بس نشوف امل يعني بالعوده نعود، لذلك تم تزويدهم بالوقود. طبعا حتى اكو ملاحظه انه لا يمكن تخزين الوقود كله في مخيم واحد، حتى لا سمح الله يحصل اي حريق حتى يكون نتائجه خطيره، ولكن وضعنا الحد الكافي من الوقود اضافه الى المواد الغذائيه الدوائيه المزيه، كل شيء مهيئ لهم. واعتقد اليوم حتى اذا تتابعين الحصة الغذائية والسلة الغذائية أعتقد من الأشياء الجيدة، يعني لم يكن حتى استخدامه في البيوت يعني أفضل مما يستخدم من بعض العوائل، لأن هذا الحقيقة ليس منة منا أو تفضل، هذا واجب الدولة، واجب الحكومة، واجبنا أيضا لخدمة أهلنا. هؤلاء هن النازحين يجب أن نضمن جراحاتهم. اليوم احنا حقيقة وضعنا كل الاستعداد لهم. الحالة الصحية جيدة؟ الحالة الصحية الحمد لله متابعة جيدة عندنا، وأيضا هناك فرق طبية، مراكز طبية في كل مخيم متابعة، بعض الحالات الصعبة ترسل إلى المركز. على اعتبار أكو تحذيرات اليوم من الصحة بعودة متحور جديد لكورونا وإلى آخره، فالمتابعة كما حصل في قضية كورونا. لا احنا الحمد لله وضعنا كل الاستعدادات، وزارة الصحة اللي أنا نسيت أذكر أنه كل وزارة اليوم معنية بقضية دعم هذا المشروع القرار، يعني وزارة الصحة، وزارة التربية، حتى أكو تنسيق مع هذه الوزارات؟ بالتأكيد بالتأكيد، هناك لجان أيضا، لأن تعلمين يعني حتى مثل وزارة العمل مثلا تهيئت بعض الظروف لمن يستحق مثل الرعاية الاجتماعية وغير ذلك، وكذلك الوزارات الأخرى الفاعلة مثل وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة العمر، كل الوزارات ستكون إن شاء الله معنا في تنفيذ هذا القرار. طيب دكتور فاضل جاهز معنا الآن شباب؟ عودة لك دكتور، وأكمل ما بدأت حول ظروف العودة والمعرقلات اللي ممكن أن تواجه عودة النازحين إلى ديارهم، تفضل دكتور. سيد ختام، يعني خلينا نكون واقعيين، احنا كان يفترض من عام 2017 هذا الملف يغلق باعتبار انه موضوع النزوح كان هو موضوع طارئ، وبالتالي التحديات التي كانت موجوده يجب ان تفكك بشكل كامل. بالتالي استمرار وجود نازحين لمده 10 سنوات يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم، حق الانسان مكفول يتعلق بموضوعات الكرامه الانسانيه، حق بالسكن، حق بالتنقل، حقا بمتطلبات الحياه. وجود نازح ضمن خيمه لا تمثل ابسط متطلبات الحياه، والكل يعلم ما حصل بالنسبه للنازحين خلال فتره 10 سنوات، اطفال نشأوا بالمخيمات، كم هائل من المعاناه الانسانيه، التشتت الذي حصل، انتحارات حصلت، حتى ما يتعلق بحرق المخيمات، المشاكل والتعقيدات اللي حصلت بكثير من الفترات، موضوع الشتاء والصيف والخيم البالية، النقص الحاد في المساعدات الإنسانية اللي حصل بعد عام 2017 عندما أوقفت الوكالات الدولية الدعم بالنسبة لهؤلاء النازحين، وتم الاعتماد بشكل مباشر على ما قدمته وزارة الهجرة، على ما قدمته مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية وابناء الخير. لكن بصراحة تامة هذا الموضوع يجب أن يغلق، وحسنا فعلت الحكومة ورئاسة الوزراء عندما أصدرت توقيتا لهذا الموضوع، وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات حتى ننجح، ولا نعطي وعود مرة ثانية، احنا أعطينا وعود عام 2021، بالتالي حتى ننجح في هذه المبادرة يجب أن تكون لنا أولويات وقرارات استثنائية في كل شيء، في موضوع الجوانب اللي تتعلق في بيئة السكن والمشاكل اللي تحدث بها دكتور كريم، ومن ممكن ان نقوم بموضوع بيوت في واطات الكلفه في كل مكان يحتاج هذا الامر. المساعدات الانسانيه، نعطي مساعده لكل نازع لمده 6 أشهر مقدمه، نفس الوقت التعويضات اللي صار لها فتره طويله معلقه ولم تقدم، في هذه الفتره نعطيهم التعويضات المباشره حتى يقومون بعمليه اعاده دورهم. لكن ما حصل غير ذلك دكتور، يعني وزاره الهجره مؤخرا وجهت بايقاف منحة عودة النازحين بشكل مؤقت، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني استعدادا لتنفيذ الخطة الوطنية للعودة طوعيا وإلى آخره، لكن هناك من يقول أنهم ما زالوا بحاجة إلى هذه المنحة حتى وإن عادوا إلى ديارهم على اعتبار الأوضاع ليست جيدة. يفكر بالعودة فعلا. كلام دكتور فاضل دقيق يعني. ست ختام، خلي نرجع دكتور كريم يتذكر وحضرتك تتذكر
وكل ابناء الشعب العراقي اللي مرينا في محنه 2006. الحكومه عندما قررت غلق المخيمات قامت بتقديم منحه مباشره للنازحين بمقدار 4 مليون و500 الف. هذه المنحه الان لما تقدم 5 مليون نفترض الى كل النازحين الموجودين يسهل الجوانب الاقتصاديه اللي يحتاجها الناس. اليوم احنا ما نريده يرجع وينصدم بالواقع اللي هو دا يعيشه ويضطر يفكر بالعوده العكسيه، لا نحيي له ظروف او لو مرحليه تساهم في موضوع استتباب وضع الانساني ووضع الاجتماعي بهذا الجوانب. الشيء الاخر وهو المهم ختام، احنا لا نراهن بس على موضوع كلمات، نراهن على موضوع تفكيك المشاكل. في كل منطقه موجوده هناك مشاكل، قسم منها سياسيه، قسم منها امنيه، قسم منها مجتمعيه، قسم منها اقتصاديه، قسم منها تتعلق ببيئه التعايش السلمي، قسم ما يتعلق بموضوعة الجوانب اللي متطلبات الحياه الاساسيه. ذني كل وحده نفككها ونعطيها اولويه، ما هي الاولويه خلال الشهر الثاني؟ نكمل كل الاولويات الخاصه في هذا الجانب. نفس الوقت الحوار، خلينا نكون واقعيين. قبل الحوار خلينا بالمعطلات اللي ذكرتها على مختلف اسبابها، استمره امنيه، عشائريه، اجتماعيه، سياسيه الى اخره. هل قادرة اليوم وزارة الهجرة مع الجهات المعنية أن تحل هذا الملف خلال ما تبقى من هذه الفترة؟ هل هي مستعدة؟ هل حلت أغلب هذه المشاكل؟ واليوم أيضا العودة راح تواجه خطورة ربما من نوع آخر. ست ختام، احنا ما نحكي منظمة مجتمع مدني، وزارة الهجرة ركن أساسي من أركان الحكومة. والقرار صدر من أعلى سلطة في رئاسة الحكومة بقرارات استثنائية. الحوار المباشر الآن بقرارات استثنائية يجب ان يجري بشكل كبير جدا وبتمثيل عالي المستوى مع الحكومه الاتحاديه وحكومه الاقليم لتفكيك كل المشاكل وكل الجوانب الامنيه، الاستعانه بكل القدرات الموجوده في مؤسسات الدوله التي تساهم في حل المشاكل، سواء وزاره الكهرباء، وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره التجاره، من اللي تحتاج وزاره الهجره لتنفيذ متطلبات الخاصه في موضوع هذا الملف. هذا الملف يعني بصراحه تامه حتى معطي صوره غير انسانيه عن واقع حقوق الانسان داخل العراق. ما معقول ابناء بلد في مكانهم، في بيئتهم، في دولتهم يعيشون الان لغايه هاللحظه في المخيمات. مهما كانت الظروف الحكومه قادره باجراءاتها الاستثنائيه ان تحل هذه الظروف. اليوم يتطلب الامر السيد رئيس الوزراء يجلس مع السيد رئيس وزراء حكومه الاقليم، يجلس وتحل كل هذه الاشكاليات، اشكاليات امنيه في مناطق معينه، الجهات الامنيه الماسكه من الممكن تحل هذه الاشكاليات. ما حصلنا هاي القرارات، عندنا الخطه باء اللي هي تتعلق في موضوعة البدائل، بدائل تتعلق بالسكن، بدائل تتعلق بالارض، بدائل تتعلق بالجانب الاقتصادي، بكل الطرق يجب ان يكون هذا الموعد موعد نهائي. مستحيل انه اليوم يستمر نازح بوجود المخيمات وكل سنه احنا نبرر صار عندنا نقص بيمان بالخيام واحترقت الخيام وجت الثلوج واليوم الطفل تمرض واليوم ويذكر الاستاذ كريم وانا كنت معاه مرافقه في اللجنه اللي كانت تبحث عن اشكاليات اللي تتعلق بموضوعة الانتحار، بنات بعمر الزهور اضطرن ينتحرن بسبب وجودهم بالمخيمات. العامل النفسي صعب جدا عندما يشاهد المواطن وضعه داخل المخيم ويشوف ناسه واقرانه قاعدين بسلام ووئام. احنا ما نحتاج اليوم نفكر باطر عاليه. وهذا ودكتور لو تسمح لي بهذه المداخله، هذه ما راح تنتهي بقضيه العوده، تحتاج متابعه الى قضيه ان يتاقلمون مجددا، ينخرطون في المجتمع مجددا في مناطقهم. البعض طلع هو صغير جدا، اليوم هو مراهق او شاب، كيف راح يتعامل في ظل ظرف جديد؟ يعني المتابعه النفسيه ضروريه بهذه المرحله. شد ختام، احنا بالمراحل النزوع عندنا 4 مراحل. من ضمن المراحل الاساسيه والمهمه هي مرحله اعاده التوطين. اعاده التوطين بها متطلبات كثيره، من ضمنها الوضع الاقتصادي، البيئه المجتمعيه، السلام المجتمعي، الدعم النفسي، التاهيل، الدمج، كل تفاصيل هاي باعتبارها منظومه كامله. بالتالي اليوم انت اليوم من تهيئ تفاصيل خاصه بالعوده تكون مهيئ كل هاي المتطلبات. اذا ما هيئت جزء اكبر منها انطيني 50% على الاقل انا اقول حققت في متطلبات خاصه. دكتور احنا ليش الان نقول المفروض نهيئ، المفروض نبدا بخطه، المفروض نعالج ما صار لنا 10 سنين احنا مو البارحه واليوم. هم الاخوه في وزاره الهجره مو اليوم كانوا يشتغلون، هم كان اعطوا وعد بغلق المخيمات عام 2021
وكانت هناك قرارات جريئة بغلق المخيمات لفترة كانت اللي هي منتشرة بعموم العراق. احنا الآن عندنا إشكالية بوجود مجموعة من المخيمات داخل إقليم كردستان. ما هي الأسباب؟ ندرسها بشكل واقعي. ما هي التعقيدات والتحديات؟ نحلها. يحتاج قرارات استثنائية، لجان استثنائية. نجلس بكل، احنا اليوم حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية اثنينهم تحت سقف الدولة، واللي هم اليوم مسؤولين عن حماية الدولة وحماية أبنائه وشعبهم، واليوم اللي قاعدين بالمخيمات هم ناسهم. اليوم هذه التفصيلات كلها يجب أن نغلقها. 10 سنوات كافية، ومستحيل إنسان يتحمل ذل وكرامة إنسانية وامتهان كرامته بوجوده بالمخيم. ما حد، أي مسؤول ما يتقبل وجود. اليوم أكو ناس تريد تعتاش على المخيمات، نوقف بوجهها ونفضحها. ناس تستغل هذا الملف سياسيا، نوقف بوجهها. ناس تحاول تطينا انه تستغل الاصوات الناخبين الناس انتخابيا نعريها. ما معقول. هل سيفرطون بهذه الورقه الرابحه بهذه السهوله؟ على اعتبار مثل ما ذكرت ورقه رابحه ويحصدون من عندها اموال، على اعتبار ملفات الفساد كثيره، ومره اخرى حصد اصواتهم انتخابيا او رفع شعار مظلوميتهم في الانتخابات. أنا اليوم أجي أتعامل مع ما وعدت به الحكومة. الحكومة في برنامجها الحكومي قالت بالآتي: لدينا أولويات لحقوق الإنسان سنعمل عليها في الفترة القادمة. زين. ومن ضمن هذه الأولويات يتعلق بموضوع غلق ملف النازحين، وهذا وعد حكومي ضمن برنامج حكومي. ومثل ما تقوم الحكومة بإجراءات تتعلق ببيئة الخدمات، أيضا هذا الموضوع له أولوية أساسية، لأن يتعلق بحقوق ناس وحياة ناس ومواطنين عراقيين. بذات الوقت هذا مو من الصعب جدا. اليوم أكو اجتماع مباشر بين السيد رئيس الوزراء وكابينته مع الأخوة في الإقليم، نفكك كل هذه المشاكل. اليوم مو بس نراهن على الوقت، لا، نتعامل مع قضية استثنائية. أنت اليوم سويت لي جسر 3 شهور، أنا اليوم أيضا أريد أرجع النازحين ب3 شهور. وين المشاكل الموجودة؟ كلها أحلها. وبالتالي هذا أيضا مو يعتبر إنجاز، لا، هذا عبارة عن مسؤولية وطنية وإنسانية على الحكومة، على حكومة الإقليم، على وزارة الهجرة، يجب أن نقوم بها بشكل مباشر. طيب خليني أنتقل للسيدة باسكال وردة. أحييك سيدة باسكال إذا كنت تسمعينني بوضوح. نعم أسمع، شكرا جزيلا. سيدة باسكال، كيف تنظرين إلى قرار الحكومة بغلق ملف النزوح في نهاية حزيران لهذه السنة؟ هل الأوضاع مؤاتية لاستقبال هؤلاء النازحين في ديارهم مجددا؟ ما المانع؟ كما يبدو، أولا مساء الخير، وأشكر جدا الأخ اللي كان ينطينا يعني تفاصيل وأمل بحماس كبير جدا، وأحييه من مكاني. هذا الملف أصبح ملف حقوق الإنسان بالبداعة، يعني ماكو اثنين يعني يختلفون على أنه هذا ملف حقوق الإنسان بالبداعة، لأنه هذه الوضعية، وأنا حاليا في حال زيارة هذه الأماكن واستماع إلى حكي الناس اللي موجودين داخل هذه المجمعات. تصوروا مثل ما تفضل الأخ، ما معقولة دولة مثل العراق تكون هذه المسألة من مسائل الثانوية، لا، بل يجب أن تكون من أولويات الأولويات. عذرا سيدة باسكال للمقاطعة، لكن لو فقط تعدلين كاميرا الهاتف حتى الصورة تكون بشكل مباشر. صورة تبدو شلون يعني كاميرا حسين؟ كاميرا الهاتف شنو؟ اقلبي الهاتف سيدة باسكال. أنا بدي أشوف. ها أقلبه؟ شلون أقلبه؟ خليك أقلبه بالطول بالعرض؟ طيب شلون؟ ها هيجي يمكن هيجي. سيدة باسكال راح أرجع لك بعد ما لو تمام. تفضلي سيدة باسكال. تفضلي سيدة باسكال. إذن يعني هذا الملف ما راح ينحل بوعود ولا ينحل بكلمات لطيفة وفهم المسألة. أوكي، لما نشخص هذا خبر جيد، لأنه لما نشخص المشكلة معناته راح نحاول نجيب الحلول الحقيقية للمشكلة. احنا حاليا دا نشوف كل ما يحرك شيء في خدمة الهجرة
يقال انه نغلق المجمعات. منو ما يريد يغلق المجمعات الان بهذه الدقيقه قبل غد؟ لكن هذا الغلق يجب ان يكون بطريق انساني محضر له. يعني انتوا لما راح نغلق المجمعات بدون ان يكون حل للسكن لهؤلاء اللي شفت بيوتهم يعني صايره ما موجود اصلا، الارض ما تعرفون وين كانت بيوتهم، الارض اللي انهدمت بيوتهم بسنجار، يعني وين راح يروحون هذول؟ شنو الحل انه يصير غلق قسري او مبرمج لهذه المجموعة من المهمشين جدا، يعني مهمشين بالمعنى أنه يجب أن خلال 10 سنوات كان هناك الآن بناءات عمارات بنيت لهم خاصة مثل ما شفنا ببلدان متقدمة كان عندهم هذه المشكلة سنين الحروب، ولا يزال محتفظين بهذه البنايات بهذه البيوت لذكرى عمل شعبهم حكومتهم ذاك الزمان. يعني كان يجب بسنجار حاليا يكون هناك يعني وفرة من أدوات ووسائل السكن حتى هذا يطمئن ويرجع إلى سكنة يعني مطمئن. هم ما يمتلكون حتى المستندات القانونية، يعني أغلبهم بالضبط إذا ما تحدثنا عن قضاء سنجار تحديدا بالضبط. وحاليا نحن بصدد فتح مركز حل هذه المشكلة، مشكلة القانونية اللي بساعدت الناس في حل مشكلة القانونية لوثائقهم كمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ندافع عن هذا الحق لأنه أساسي لكي يبقوا معترفين بشخصيتهم القانونية. هؤلاء مواطنين عراقيين وعلى وهذا ده يصير مع التنسيق الرسمية. أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالضبط بالجهات الرسمية الوطنية. طبعا بالحكومة المحلية بالجهات الرسمية، لكن هذه المسألة خاصة في سنجار بها تعقيد لا يصور، لأن هناك هذا الوضع السياسي غير مستقر، هذا الوضع أشبه بوضع الحرب بين المركز والإقليم، كل واحد يريد يثبت وجود معين، وهي مسألة سياسية يعني مختلطة بأكثر من أمر، فهذا ليس بسهل الإتيان بحلول سحرية. أتمنى تكون وزارة هي تأخذ دورها الحقيقي في هذه المسألة، أنه هي الوزارة المكلفة بهذا الشيء وليست لجنة فلان ولا لجنة علان، لأن المسألة تعود إلى أنه لما تطلق المساعدات الحكومية لماذا تؤخر ولأي سبب تؤخر؟ هؤلاء الناس تحت الخيم أو تحت الكرفانات، يعني خيم وكرفانات لا تفرق كثيرا. يعني السؤال الأهم أين تذهب هذه المساعدات إذا لم تذهب إلى مستحقيها؟ يعني هو هذا السؤال اللي نسأله لوزارة الهجرة، هي هذا مهام وزارة الهجرة. يعني أنا بزمني لو كان عندي فلس واحد باسم الوزارة وين كنت أروح أشوف وينه ومنه يحق، يعني يكون هو المحق أكثر من وزير الهجرة. أنا أعتقد أكو نشاط كبير يجب أن يقوم بها كل من هو مدير عام، من وزير إلى مدير عام إلى أصغر المدراء اللي موجودين بالوزارة، حتى يحموا هذه الحقوق ويوصلوها إلى أصحابها، لأنه بدون دعم مالي ما ممكن أي دعم يصير لهؤلاء الناس. هؤلاء الناس محتاجين دعم مالي حتى يرتبوا نفسهم، محتاجين سكن حتى ينطلقون هم بنفسهم بكل حرية ينطلقون. كنت أسمع قبل أشهر في دهوك، وهني حاليا في دهوك بعد ما لحقت أشوفهم، كنت أسمع المديرية كانوا يحكون عن عمل بديع يسوون للعودة الطوعية، بأنه يساعدوهم في النقل، بأنه يساعدوهم في أول الوصول. بس هذا مثل ما تفضلتي قبل شوية لا يكفي، هؤلاء الناس يجب أن يستقروا في أراضيهم في أماكنهم في قراهم. وهذا وماذا سيعملون؟ يعني شبه مستحيل، شبه مستحيل، لأن السكن مشكلة رقم واحد وأيضا وسيلة العمل. يعني احنا تعاملنا مع مجموعات في سنجار في سبيل خلق هذه المشاريع الصغيرة كمنظمة صغيرة مجتمع مدني، لا يمكن أن يكون لنا ميزانيات قوية، فالميزانيات الصغيرة اللي تأتي باسم هذه المشاريع الصغيرة كان هناك نجاح باهر، هذول الناس يتحولون من حالة إلى حالة
ده نشوفهم يعني نحو التحسن. فإذا يمكن أن نصل إلى كل هذه الحالات بدعم حكومي احنا حاضرين صراحة، يعني لأنه هذه الوضعية لا تحتاج يعني تضافر كل المجتمع، تضافر حكومي مجتمعي مجتمعات منظمات المجتمع المدني كنائل جوامع. أنا أعتقد الكل يجب أن يكون له جزء من المسؤولية ل يعني خلاص هؤلاء الناس من هذه الوضعية. أنا كان شعاري في وزارة الهجرة لا يمكن أن أقبل عراقي في بلده، يعني هذا ما ممكن أن يحسون لاجئين تحت الخيم تحت الخيم. احنا عندنا سوريين وعندنا فلسطينيين وعندنا كان بزمني كان عندنا ايرانيين وكان عندنا اتراك، كلهم كان عندهم اماكن وهاي ومنهم في خيم في كنا نبالي بهم بما نقدر عليه، لكن هؤلاء وفدوا الينا من بلدان اخرى. اما العراق يصير في حاله أسوأ، هذا مدى يعني مدى افتهمه الى متى؟ يعني ايش قد من الوقت على 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 ما فصلتي بكل جدارة إنه هذه الجينيريشنز اللي كبروا بهذه الأماكن إيش يخلصنا من يا عقلية رح نعطيهم يا ثقافة يا مكان يا شيء يا حب للوطن رح يأخذون هم كبرانين بالمخيمات. ومن يضمن أنه ما رح نخلق تمرد مجتمعي وبالتالي نفاقم من الأزمة ولا نحلها؟ أنا بالموقوتة صدقيني رح تصير نفسيتهم إلى الأبد مؤثرة ب جانب السلبي للنظرة على البلد. ولهذا أناشد منها ومن هذه الشاشة العريقة أنا أناشد سيد رئيس الوزراء بأن يأخذ هذه المسألة، وهو عالم بمسألة حقوق الإنسان كان وزير الله. أنا أعتقد هو الوحيد اللي يفتهم بالفعل شنو هذه المأساة، أن يأخذها بعين الاعتبار بشكل جدي بأن يكون هناك قرارات وإجراءات إدارية سريعة مالية اقتصادية. هي مسألة كلها اقتصادية إلى أن يوصلوا إلى بر الأمان إلى مكان يحويهم، وهم يعني ما شاء الله عراقيين ما يعني رحت أماكن كانت محروقة منتهية، الآن زراعة ما شاء الله تطور الوضع إلى أنه نحمل أمل قلبنا أنه هؤلاء الناس إذا تم مساعدتهم في العودة الكريمة راح يطورون البلد، راح يسوون دور اللي ما سووا سنين. طيب، معتمدين على أي واحد يجي يساعدهم. وتدرون حاليا حتى الدعم الإنساني من قبل جهات أجنبية أو منظمات مجتمع مدني جدا قليل، يعني هم في مأساة يرثى لها، يعني ما أدري شلون يعني مسؤولين يمرروا يوم واحد براحة، وهؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني النساء والرجال باقين تحت هذه الوضعية. يعني نداء جدا جدا طارئ بأنه هذه الوضعية تنهى، بس تنهى شلون؟ مو قسرا يلا روحوا كل واحد يتبدد ويروح لبيته، يا ريت. لأنه تدرون أهالي القرى اللي موجودة هذه المجمعات على أراضيها هم متضايقين. يعني أنا واحد من معنيين من إنه قريتي عانون من سنين، المجمع موجود على أرض القرية بطلوها من إنه تكون أرض منتجة لأنه صارت أرض سكنية مدام كلها صايرة شوارع، وهذا ما يصير لأنه أرض زراعية ويعيشون عليها بدون أي مقابل ولا تعويض، وأصلا الحكومة ما تسمع هذا المطلب إنه أنطوا هذه الأرض مقابل أنه يكون هناك تعويض لأهالي الأراضي خلال ما تستخدم هذه الأرض لأرض سكنية لمجمع. فإلى آخره من مشاكل. طيب، حتى يجيبك السيد كريم على ما ذكرته، لا سيما موضوعة لماذا هذه العرقلة والمشاكل في أعطاء حقوق النازحين أو حتى المنحة المالية. وهناك سيد كريم بصراحة اتهامات بوجود قضايا فساد متراكمة في وزارة الهجرة. انطباعاتكم على هذه الاتهامات وبماذا تردون؟ نعم، أنا أصحح بعض المعلومات. والسيدة باسكال يفترض كانت وزيرة مطلع على طبيعة المنظمة الدولية من خلال قناتكم. أي منظمة دولية ما تعطي فلس واحد للوزارة إذا كانت لديها إمكانيات فتقوم بها مؤتمرات، هي تقوم بها بإجراءات معينة لها، وخاصة السنوات الأخيرة تم أصلا منع أو تخفيف الكثير. لذلك ليس من الصحيح حتى تصير شبهة أو تهمة، ليس هناك أي منظمة دولية، كل منظمات
تعطي بمبالغ للوزارة بهذه الطريقة. ثانيا لكن من ينظم عمل هذه المنظمة؟ هم لا بالنتيجة يصير تنسيق مشترك. وللعلم أيضا 22 مخيم بإدارة الإقليم، وزارة الداخلية في الإقليم، يعني حتى نوضح الفكرة. لذلك ليس من الصحة أن نفترض أن المنظمات الدولية ساعدت الوزارة. نعم ساعدنا في بعض الإجراءات، وهي هم بعض المنظمات هم قاضيهم مؤتمرات وسفر وغيره. فالقصد لم تسلم الوزارة دينار أو دولار واحد من هذه المنظمات. عندها ميزانيات المفترض تصرف من خلالها. هم طريقتهم الخاصة ما خصص لملف النزوح، يعني لم تسلم وزارة. الوزارة أيضا على مدار 10 سنين وحسنا الوزارة هي ما تسلم شيء من هم ما رح يطون. ثانيا إحنا حتى نقطع الطريق بصراحة أمام هذا الكلام والاستغلال وما يقال مع الشبهات. هو القرار تنفيذ قرار مجلس وزراء أن يكون 30 من حزيران هو الموعد، هذا القرار الصحيح. أما نتكلم إحنا على الماضي والعراقيل ونتكلم ربما كلمات مرسلة يعني غير دقيقة غير حقيقة بها على الأقل الشف دليل، لأن اليوم 6 لكن الواقع ختام. ما يتحدث سيد كريم هسه بلا نتحدث واقع. نعم. إنه لو كانت الأموال صرفت في مكانها الصحيح ما كان شفنا بيوت بنيت النازحين يعودون. الخلل وين؟ أولا عفوا المبالغ المخصصة هل خصصت لبناء البيوت؟ هذا بحث آخر. هل هناك أموال خصصت لبناء البيوت وتم لا سمح حجبها؟ هذا صحيح. ثانيا اليوم كانت هناك ميزانيات في إعادة إعمار المناطق، هذه حقيقة هناك صندوق إعمار الموسم المناطق المتضررة. أو اليوم زور المخيمات، شوف اليوم إذا شفت أكو نوع من الحاجة على مستوى المواد الغذائية. لكن اليوم حتى نقطع الطريق أمام هذا الكلام، أمام الشبهات والاتهامات، هو أن يكون القرار حقيقة نهاية حزيران. ونحن ماضون نحن ملتزمون بالتوقيت. أعتقد إذا كنا نتكلم عن 2019 لا اليوم نتكلم عن الواقع. اليوم تعلمين السيد رئيس الوزراء يتابع هذا الأمر بدقة، والوزارة أيضا معنية بالالتزام بالتوقيتات. وأعتقد إحنا إن شاء الله لم تكن هناك معرقلات حقيقية، حتى لو كانت هناك تحديات سوف نضع لها الحلول وماضون بهذا الاتجاه. أما إطلاق الاتهامات بهذه الطريقة ليس صحيح. تنفي هذه الاتهامات أو هذه الشبهات سيد كريم بالحضور الميداني والعمل. نسمع كثيرا شبهات تحوم حول قضية السلات الغذائية، عن قضية توزيع الأدوات، عن المنحة المالية المتأخرة. دائما أولا الحقيقة هناك وضعت معايير وبرامج لخاصة اللي الآن يفكرون بالعودة، هؤلاء هم أولى. وأيضا هناك إجراءات لا أستطيع الكشف عنها ربما تشجع إجراءات تتعلق بالمنحة سوف تسهم في تشجيع هؤلاء بالعودة. لأن الآن حقيقة في طور إن شاء الله الإجراءات. وأعتقد إن شاء الله يعني تطلق منحة قريبا مثلا للعودة. أنا أقول هناك إجراءات واضح يعني ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا، وأيضا بتوجيه من رأس الوزراء بأننا حقيقة سوف بهذه الإجراءات سوف نشجع. لأنه الآن فعلا أنا عندي مشكلة، أنا نازح ألغى فد مبلغ أرتب وضعي كذا. بالنتيجة إحنا حسوي متابع حتى بعد عودتهم. هناك إجراءات حتى بعد العودة تتعلق بإعادة التوطين والاندماج المجتمعي. اليوم حقيقة المهمة صعبة، لكن بالنسبة لنا إن شاء الله لم تكن هناك مستحيلة. نعمل بهذا الأمر. أما بصراحة ست ختام خلينا نكون صريحين. نعم. الانطباع بالشارع بالإعلام، الانطباع الإعلام والكلام، هذا الكلام اللي حقيقة مطلق بطريقة مزاجية. خلينا نتكلم بواقع. اليوم أي نائب أو شخصية أو مراقب أو منظمة مجتمع خليه يحدثون، أو السيدة باسكار تحدث وين النقطة، ذكرت وين نقطة الخلل، وين المشكلة. إحنا مستعدين نتعاون وياهم. الآن أنا مدخل قناتكم، أي جهة رقابية منظمة مجتمع مدني حقوق الإنسان الآن تجلس معنا وتضع النقاط اللي حقيقة ممكن حلوة ونساعد بهم. اليوم حقيقة مسألة المهمة ما كانت متواصلة هذه المنظمات طيلة السنوات اللي راحت. مهمة حقيقة اليوم ست ختام، اليوم مهمتنا هاي مهمة لم تكن فقط مهنية رسمية إنما أخلاقية إنسانية. وحقيقة أنا ذكرت يعني لا يمكن أن ينشأ الطفل وهو داخل خيمة وكرفان، هذا حقيقة معيب. لذلك اليوم حالات انتحار وحالات نفسية وانتشار أو كثير من التفاصيل. وأنا حقيقة من خلال قناتكم حتى نغلق الطريق، اتهامات مثلا اتهامات للإقليم، اتهامات بأنه لا سامح الله استغلال أصواتهم، هذا الكلام ممكن يطرح. لكن وين نقطع الطريق؟
بالإجراء القرار الذي اتخذه حقيقة مجلس وزراء بإعادة النازحين أن يكون الموعد 30 حزيران، هذا حقيقة القرار والعمل والالتزام به هو يقطع الطريق، يوقف استغلال هذا الملف بالضبط. وجنابك حتى يكون الكلام في في يعني في في إطار واحد، ذكرت أنه تم استغلال هذا الملف سياسيا سابقا وربما هو عرقل، لكن الآن أعتقد اليوم همة الحكومة، همتنا اليوم همة الخيرين، قطعت الطريق واطمئني ماكو أي معرقل أمامنا. طيب قبل لا أعود لدكتور فاضل، أكيد الرد دائما مكفول حق الرد، سيدة باسكال إذا عندك تعقيب على ما ذكر السيد كريم. أنا أعتقد مثل ما تفضل أستاذ كريم، هو هذا اللي يجب أن يكون، هذا التضامن والتضافر بين جميع الجهات لنصل إلى حقيقة أنه هذا الزمن، هذا السقف الزمني يكون حقيقة، بس حقيقة بكرامة، يعني أنه ما يحس هذا العائد بأنه يحاول، كل يحاول أنه يخليه بمشكلة أخرى أسوأ من اللي هو فيها. لأنه أنا سمعت هواية من اللي رجعوا يريدون مرة أخرى يرجعوا إلى المخيم، وأنا يعني رأيي برأي الأستاذ أنه لا، هذا مو حل، مو حل لأي أحد يكون بالكامبو فعلينا أنه نكون بالفعل مثل ما احنا نتمنى. احنا ما تقدم به استاذ كريم هو امنياتنا كلنا انه يصير هذا الشيء، لو ما صار بالماضي يصير هسه، واني متاكده السيد رئيس الوزراء قادر على هذا الشيء لانه يعرف حيثيات الموضوع، يعرف شلون هو يحاور لاجل هذا الشيء، وان شاء الله ما يكون الا تسهيلات للجميع حتى نشتغل على الموضوع، لانه احنا هو واحد يعني جزء مهم في ملفنا كحمورابي، احنا نشتغل على هذا الملف من اول بدايه ومن اول ايام الهجره والعوده، فان شاء الله حاليا احنا بصدد اكمال وتواصل في مشروع كبير بحثي علمي على المساله وبتعاون مع الوزاره، وانا اعتقد وزاره مهمه جدا يجب ان تاخذ كل مسؤوليتها بكل قوه، وهي المسؤولة الأولى بجميع الأحوال في الرد على كل هذه الأسئلة. طيب قبل لا أعود للدكتور، تأخرت علي قليلا، قضية المستمسكات الثبوتية للنازحين كيف راح تسهلون أمرهم فيما يخص بعض فاقد بالتأكيد وزارة الداخلية؟ بصراحة أقول مارست دور كبير وجيد ومنحنا الكثير، يعني حتى الذين عادوا من منطقة الهول تم منح الكثير منهم بعد أن إثبات رعوية أو حتى إثبات آبائهم، لذلك اليوم ما عندنا أي مشكلة بصراحة. اليوم وزارة الداخلية تتحدث عن العراقيين اللي العراقيين اليوم هم حتى الذين جاءوا من هون هم عراقيين، لذلك اليوم حتى حق المستمسكات الثبوتية ومنحهم كل ما حتى الجوازات وزارة الداخلية حقيقة متفاعلة بالأمر كوزارة ساندة لنا، وأعتقد ليس هناك مشكلة. يجب أن يكون على الأقل هذا الطفل الذي نشأ لديه حق هوية يدخل مدرسة، على الأقل يسافر، إن شاء الله كل الأمور هي جاهزة. تحدثت عن مخيم الهول، العائدون من مخيم الهول هل سيتم دمجهم مع مجتمعاتهم؟ هل هناك خطة خصيصا لهم على اعتبار اكو خصوصيه لهذا المخيم مركز تأهيل للاندماج المجتمعي؟ انا حقيقه اقول يعني حتى لا ندخل بمزايدات، بالنتيجة الذين عادوا بعد التدقيق الأمني، صدقيني كل الذين عادوا من المخيم إلى مناطقهم لم يسجل أي خرق أمني في تلك المناطق، هذا يعني أن الناس حقيقة مسالمين، لأن أكثرهم أطفال ونساء، لذلك أعتقد اليوم يجب أن لا يدفع الثمن هؤلاء، ثمن أخطاء حصلت في 2014 وما زال يدفعون الثمن، هذا مشكلة. الحمد لله هناك حتى حالة التكيف والتأقلم مع الواقع الجديد، ووجدنا حقيقة حالة السرعة في التأقلم مع الواقع من اندماج المجتمعي، هم بالنتيجة أهنة عقلية الدولة عندما تتحرك بعيدا عن الثأر والانتقام وتصفية الحسابات، هذا بناء الدولة، لذلك اليوم هم أهلنا، واليوم نجتمع حقيقة ونحن مع الإقليم أيضا نتعاون سوية من أجل إنهاء محنة النازحين، وكل وزارات أيضا ستكون داعمة لنا حتى يكون عام 2024 حزيران، هذا ما نتمنى ونأمل إن شاء الله عام خالي من المخيمات والنازحين، ومثل ما ذكرت المهمة لن تنتهي بعودتهم، لا نحتاج إلى متابعة مراقبة إلى عمل إلى تأهيل نفسي إلى إعادة ديار إلى ضمان حقوقهم وإلى آخره. دكتور فاضل، عودة إليك إذا عندك تعقيب في البداية. تفضلت بي وتفضل بي دكتور كريم والسيدة باسكال،
اليوم احنا نتحدث عن اولويات. خلينا نطلق اليوم نسمي هذا العام عام العودة الإنسانية. اليوم خلي اليوم احنا مثل ما متفائلين في كل شيء، خلي نط اليوم فرحة لابناء شعبنا في النازحين، واليوم هو يوم سنة العودة الإنسانية. نطلق متطلبات استثنائية إجرائية تتعلق بقدرات. يعني انت اليوم كحكومة من الصديات لأعقد ملف اللي هو ملف مخيم الهود، ونجحت به في مبادرات معينة. مو من الصعب جدا انه انت تنجح في مخيمات موجودة ما بها اي مشاكل وتعقيدات مثل الموجودة في مخيم الهول. هذا يتعلق باستراتيجية المنظومة ونجاحها. بالتالي هذا يعني اننا لن نواجه مشكلة بقضية الاستقبال او اندماجهم مرة اخرى مجتمعيا، سواء في قضاء سنجار او مناطق اخرى، او لا يعني نلاقي مشكلة بقضية النازحين كما تفضل دكتور فاضل، يعني وضع نقطة كلش مهمة. نعم ست ختام، اليوم احنا خلينا نكون واقعيين. موضوع تكامل الادوار احنا فقدناه فتره طويله من الزمن، وبدينا دائما نكون في الجانب السلبي اللي هو النقد الغير بناء. انا اليوم ما معقوله في هذا الظرف الاستثنائي احط وزاره الهجره في مرمى المدفع واقول يابا كلها عليكم واحنا ما لنا علاقه بكم، واجي الحكومه التقليم واقول يابا كلها عليكم وانتم السبب وكذا بشيء. لا، احنا من نعالج المشكله نعالجها بشكل شامل. اليوم تكامل الادوار هو اللي احنا الحلقه المفقوده. بالنتيجه دول اليوم كلهم ابناء بلدنا مسؤولين عنه انسانيا اخلاقيا مجتمعيا، من باب حقوق الانسان، من باب الرعايه التامه، الاولويه بالكفاله. اليوم حتى الدستور يقول تكفل الدوله، الكفاله هي الضمان والحمايه وتعزيز حقوق الانسان بالنسبه للمواطنين. بالتالي تكامل الادوار يجب ان يكون لها اجراء استثنائي، مثل اليوم عندنا جلسه مجلس الوزراء مو جلسات استثنائيه، خلينا يكون عندنا جلسات استثنائيه في مجلس الوزراء لاجراء المراجعه عما قمنا به الان خلال هذه الفتره باتجاه هذا الملف. وجود رئيس الوزراء مع هذه القدره مع الصلاحيات مع وزاره من الممكن تكون لها دور اكبر مما هو موجود من خلال الدعم اللي راح يجيها من الحكومه بالصلاحيات الاداريه، بالصلاحيات الماليه، بالصلاحيات التنسيقيه، اكيد راح يكون عمليه نجاح. اما اليوم ابقاء هذه الملفات بشكل مو واضح وما بيه استراتيجيه ما راح ينجح، ما راح نغير نفس الامور. راح يوقفنا يجوز عامل معين امني، قد يكون سياسي، قد يكون اقتصادي اجتماعي، وبالتالي نفشل في المهمه. بالتالي احنا مو مجرد انه احنا نحط هذا الموعد ونبتعد عن مسؤولياتنا الاساسيه. اليوم صارت عندنا فرصه كبيره جدا ان نقول اي واحد سأله شنو التحديات اللي واجه النازحين، كل واحد راح يعرف يقول لك في مكان معين اكو تحديات اقتصاديه، اجتماعيه، سياسيه، امنيه، تفاصيل اخرى، بيئه مجتمعيه، موضوع عامل نفسي، دمج مجتمعي، كلها راح تكون واضحه. بالتالي 10 سنوات كافيه لانه احنا نصل الى قرار في موضوع هذا الغلق. وبالتالي احنا خلي الراحل والتركيز ده يكون بهاي المفردة استخدام حتى تكون واضحه للكل. احنا من نقول تهجير قسري يعني ماكو شيء اسمه عوده قسريه، يعني نتحدث عن عوده طوعيه، والعوده الطوعيه مو مثل الهجره القسريه، العوده الطوعيه هي متطلبات العيش الكريم، السكن، موضوع التنقل، الجانب الاقتصادي، الجانب التعليمي اللي قسم من ابنائنا وبناتنا فقدوا اثناء وجودهم بالمخيمات، رغم الجهود الكريمه والكبيره اللي قدمتها وزاره الهجره وحكومه الاقليم ومؤسسات المرجعية الدينية والمنظمات في دعم، لكن كثير من عندهم فقدوا حقهم بالتعليم، أبسط الأمور حقوقهم الأساسية. نعم، ومع ذلك حسب ما يقول سيد كريم وإن كانت العودة طوعية ولا إجبار في ذلك، لكن الأغلب إذا لم يكن الكل كان متفق على العودة ومرحب بأن يعود إلى دياره مجددا. أشكرك جزيلا دكتور فاضل، يمكن الحديث يطول عن هذا الملف، وأمل أن أفتح هذا الملف مجددا معاكم سادتي ويكون هذا الملف فعلا قد غلق وإلى الأبد. شكرا جزيلا دكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق في العراق، وأيضا الشكر الجزيل للسيدة باسكال وردة الوزير السابق، وأيضا لوكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم النوري. شكرا لك ولحضورك معنا سيد كريم. شكرا سيد ختام. إن شاء الله سيد ختام يكون ختام هذا العام هو إنهاء محنة النازحين إن شاء الله. شكرا سيد كريم. لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، شكرا جزيلا، في أمان الله.